بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم النحل أباي. اليوم سنقدم لكم الدرس الثامن في تربية النحل، وموضوعنا اليوم هو كيفية أو طريقة فحص خلية نحل. سأبدأ بتقديم الدرس الثامن إن شاء الله. شروط فحص خلية نحل: يجب أن يكون الجو معتدل، درجة الحرارة تكون تفوق 15 أو 16 درجة، كذلك تكون رياح هادئة حتى ولو تكون غيوم يعني عادي كما هو الجو اليوم. المهم أنه تكون درجة الحرارة معتدلة، يكون جو قلت وتكون رياح هادئة، سواء يعني حتى ولو تكون رياح جنوبية يعني تكون قوية، لأنها تعيق طيران النحل بالرجوع إلى الخلية، يعني تعيق النحل عند رجوعه إلى الخلية. لذلك من الأحسن أنه يكون اختيار جو مناسب لفحص الخلية. الدرس الثامن: ما هي اللوازم الضرورية لكي نبدأ بفحص خلية نحل؟ أولا يجب أن يتوفر اللباس، لباس النحل. ثانيا لباس فيه القفازات. كذلك يجب أن توفر لدينا عتلة، هذه لرفع الإطارات. وشيء ضروري جدا أو عتاد ضروري ومعدات ضرورية جدا، منها المدخنة، وهي ضرورية جدا في عملية فحص الخلية. سأقدم لكم في هذا الدرس أولا كيفية إشعال مدخنة. كما تشاهدون المدخنة، هذه هي المدخنة، افتح المدخنة. وكذلك يلزمنا ولاعة. الأشياء التي نستخدمها في إشعال المدخنة، عندنا مثلا هذه بعض الأوراق، منها أوراق الصنوبر هذه التي تشاهدونها، أوراق الإكليل، أوراق الزيتون، كذلك أوراق هذه شجرة البشملة أو الزعرورة، يعني أوراق يابسة. كذلك يلزمنا كرتون بيض أو كرتون عادي لبداية إشعال المدخنة. نبدأ بإشعال المدخنة أو المدخن. بعد ما نشعل قطعة الكرتون هذه نضعها بالداخل، نضعها هنا بالداخل داخل المدخنة. القطعة مشتعلة الآن، نترك الكرتون حتى يشتعل جيد. بعد ما تشتعل قطعة الكرتون جيد، نضيف قطعة صغيرة هكذا، نضيف قطعة صغيرة الآن هي تشتعل. بعدها مباشرة نضيف أوراق الإكليل أو الزيتون أو الصنوبر إلى آخره، المهم أو أوراق الأشجار اليابسة هكذا، ندخلها داخل المدخنة أو المدخن. بعد ما ندخل الأوراق ننفخ هكذا حتى تشتعل جيدا. الآن المدخنة يعني جاهزة لفحص الخلية. قلت قبل فحص خلية يلزمنا مدخنة، عتلة لتفريق ورفع الإطارات بين إطارات ورفع الإطارات، قفازات، اللباس
كذلك حامل الإطارات أنا غير موجود عندي، لكن إخوة المبتدئين من الأفضل أنه يكون عنده حامل إطارات. كذلك بوت برقبة والذي يحمينا من اللسعات في الأرجل. هذه كانت اللوازم أو المعدات قبل بدء عملية فحص خلية. أولا نبدأ بالفحص، يجب أن يكون النحال من اليمين أو اليسار. قبل بدء عملية الفحص يجب أن يكون النحال يا إما من هنا أو من هنا على اليمين، ولا يكون أمام الخلية. نبدأ بالتدخين على باب الخلية، هذه العملية الأولى أو الخطوة الأولى هي التدخين على فتحة أو باب الخلية هكذا جيدا. ثم بعد ذلك ننزع الغطاء، الغطاء الخارجي. بعدها ننزع الغطاء الذي هو فوق الإطارات، هذا الغطاء الخشبي. وأخيرا إذا كنا في وقت التشتية ننزع التشتية كما تشاهدون هنا. سأقرب الصورة، ننزع التشتية. هذا هو حال الخلية قبل ما ننزع. ندخن قليلا فوق الإطارات. ندخن فوق إطارات الخلية هكذا، ندخن القليل فوق إطارات الخلية. نزيل التشتية إن كانت هناك تشتية. ونضع دائما الغطاء والتشتية إلى آخره من ورائي أو بجانبي أو بجانب النحال. هذه هي الخلية من الداخل. بعدما دخلنا عليها قليلا نبدأ بالفحص. هذه هنا غذاية بلاستيكية، كما نشاهد هذه الخلية تحتوي على 6 إطارات، والخلية عامة يكون فيها 10 إطارات. هذا طرد جديد أو خلية جديدة نريد أن نفحصها، يعني وما هي يعني الغاية من الفحص؟ هذا سؤال مطروح، ما هي الغاية من الفحص؟ الغاية من الفحص هي مراقبة الخلية من ناحية مخزون العسل، كذلك من ناحية وجود حبوب الوقاح، ومن ناحية وجود الحضانة، كذلك الفحص خلية والتأكد من عدم وجود أمراض بالخلية. كذلك الغاية من الفحص هي تأكد من وجود الملكة، احتياجات الخلية من شمع، كذلك تنظيف الخلية في مثلا هنا هكذا ننظف الخلية في قاعدة الصندوق. كذلك الغاية من فحص الخلية وهي التأكد من أن الخلية يعني الخلية بخير وهي في حالة جيدة أو صحة جيدة. عملية الفحص كيف نرفع العتلة أو نأخذ العتلة ونفرق هكذا قليلا بين الإطارات، نفرق بين الإطارات، ثم نرفع الإطار الأول. قبل يجب أن يكون لدينا حامل الإطارات وهو يستخدم لرفع الإطارات. نرفع مثلا الإطار الأول، نفحص الإطار. هذا الإطار من الجهة المقابلة لي هو فارغ، شمع ممطوط، إطار الشمع ممطوط.
كما نلاحظ كذلك هنا القليل من حبوب اللقاح، قليل من حبوب اللقاح. هذا الإطار الأول. عفوا، بعد ذلك نرجع الإطار إلى مكانه، أو إذا كنا مثلا في فصل الربيع، نحن الآن في فصل الشتاء، فصل الخريف، إذا كنا في فصل الربيع فنستعمل بجانبنا صندوق فارغ ونضع فيه الإطارات. قلت نفحص الإطارات إطار بإطار، ثم نفحص الإطار الثاني، نرفع الإطار. إطار يحتوي على القليل من الحضنة على وشك الخروج، هذا هو الإطار الثاني. يعني بصفة عامة يتم فحص الإطارات أو إطارات الخلية إطار بإطار، وفي نفس الوقت نلاحظ كذلك هل البيض موجود أم لا. الآن هذا الإطار هو يحتوي على بيض، على بيض. قلت الإطار الثاني نفحص هكذا ونرجعه إلى مكانه مع إرجاع الإطارات بهدوء تام، لأننا لو أننا يعني نستعمل القوة في فحص الإطارات ممكن نهلك الملكة وهي أم الطائفة، ويصبح لدينا مشكل خاصة في فصل الشتاء. نكمل الإطارات، فحص الإطارات، نزيل التغذية، هذه التغذية السكرية نزيلها، نضعها، سأرجعها. قلت يكون النحال بجانب الخلية، ونفحص الإطارات إطار بإطار. هذا دواء الفاروة، شرائط الفاروة، نرفع الإطار بهدوء، هذا الإطار الذي تشاهدونه يحتوي على بعض الحضنة وكذلك بيض، هذا هو الإطار. هذا الإطار الثالث الذي فحصناه يحتوي على القليل من الحضنة، نكمل. يجب أن تكون الإطارات عند الفحص تكون فوق الخلية مباشرة، بحيث عندما تسقط مثلا الملكة تسقط داخل الخلية. هذا الإطار الثالث نرجعه بهدوء، ثم نرفع الإطار. هذا هو الإطار الرابع. الإطار الرابع يحتوي على القليل من الحضنة المفتوحة والمغلقة والعسل، والقليل من حضنة الذكور هي موجودة، القليل من حضنة الذكور. هذا الإطار الرابع. نكمل عملية الفحص. يجب أن أرتدي القفازات، أنا متعود أني نفحص بلا قفازات، نسيتها، لكن الآن ارتديت القفازات. ندخن قليلا بالمدخنة، المدخنة نضعها أمام الباب، ثم نرفع الإطار
الرابع رفعناه. كذلك الغاية من فحص الإطارات كما قلت سابقا وهي تأكد من عدم وجود أمراض مثل الفاروة، تعفن الحضلة عافانا الله، كذلك دودة الشمع إلى آخره. خاصة الدودة تكون دائما تحت الإطار، هذا قلت الإطار الرابع. نضع الإطار هنا في مكانه، ثم نرفع الإطار الخامس. الإطار الخامس يحتوي على الكثير من الحضنة المغلقة والمفتوحة، كذلك في الأعلى يوجد العسل. هذا إطار حضنة مغلقة. كذلك من الجهة المقابلة إطار حضنة مغلقة ومفتوحة، وكذلك في الأعلى دائما نجد العسل، هذا الذي تشاهدونه هنا، هذا هو العسل. هذا هو العسل، هذا هنا العسل، يكون على شكل هلالي، يكون في أعلى الإطار. قلت هذه حضنة مغلقة، هذه هي حضنة المغلقة. هذه حضنة مغلقة هنا، حضنة مفتوحة التي هنا نجد فيها العيون السداسية مفتوحة وهي يرقات، هذه هنا. هذا الإطار الخامس. نرجعه يعني بهدوء ولا نكون، يجب أن لا نكون يعني مسرعين في العمل، لأن في تأني السلامة في العجلة الندامة. هذا الإطار الخامس، شمع ممطوط جديد يحتوي على القليل من حبوب اللقاح، مبني جديد لم يكتمل بعد النحل من بنائه. ومن الجهة المقابلة إطار الجهة الأخرى يحتوي على حبوب اللقاح، هذه هي حبوب اللقاح، هذه حبوب اللقاح. نرجع الإطار، إذن بعد ما يتم يعني فحص جميع الإطارات ونشوف يعني ما تحتاجه الخلية من مخزون، من غذاء إلى آخره، من إطارات شمع، بعد ما نرجع الإطارات لا نترك الفراغ بين الإطارات، يعني بين إطار وإطار لا نترك الفراغ، يكون كل الإطارات متلاصقة دون ترك أي فراغ. بعد ذلك نرجع العازل، هذا اللي تلاحظونه من كرتون، وفيه من يضع العازل من قطعة خشب رقيق أو قطعة خشب، لأن الخلية ما زالت لم تصل إلى أنها تكون خلية فوق المتوسط، لذلك يجب أن نضع هذا العازل، هذا في فصل الشتاء وليس في فصل الربيع. بعد ذلك نغطي الخلية بهذه قطعة قماش أو بخيش إلى آخره، المهم أنها تكون تمتص الرطوبة. هذا الكلام هو عن فصل الشتاء دائما، لكن في الربيع لا نستعمل أي شيء، نترك الخلية على حالها ونغلقها مباشرة.
نغطي الخلية الآن. كذلك لا ننسى قبل ما نغطي الخلية لا ننسى التغذية، إذا كانت تغذية داخلية أو بعجينة الكاندي العجينة بروتينية أو بالغذية، يعني نضع المحلول السكري. بعد ما غطينا الإطارات بقطعة القماش وضعنا التغذية الداخلية، نغطي كذلك الخلية بهذا الكيس الذي هو من البلاستيك. هذا الكيس جيدا الخلية. الغطاء الخارجي وضعت فيه بروبوليس، عفوا بوليستير وليس البروبوليس. بروبوليس هو سمغ النحل او العكبر، يغلق به النحل الشقوق، لكن هذا قلت بوليستير. نضعه هنا كعازل للرطوبة هكذا. غطينا الخلية ثم نضع، ولا ننسى أننا نضع الحجر فوق الغطاء، لأنه لو تكون رياح قوية راح تقلب الغطاء وكذلك تكون ضرر على الخلية. كان هذا الدرس الثامن، كيفية فحص خلية نحل بطريقة يعني سهلة للإخوة المبتدئين. شكرا لكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناة عالم النحل أباي. تحية لكل إخوة المشاركين وكذلك المشتركون والذين دائما يشاركون بتعليقاتهم في القناة. شكرا وإلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام، تحية من الجزائر.